بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قشنا كبرى عزك ناصر، يعني قشنا مقدمة كمان طوال كي قشنا مقدمي كتابك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وانا يسق على كويس بلا بلا سيجي ايه طبعا ام يساق وجي يالا متنكا فرمينا في اشياء اعمال جي فيكر كيبكي شاكا ومتحي كل اوا باش وبرام في يسيب شرحي كابو كاو نادياليني كتياتي أنا ديرنا هميان لابر يوهر وها شرح بك هم قتابيان يستغلي وكان مهم متوصيل بارس يوم عكر إصلاح هذا السر شرحي والدو دقصة كاني كي متني إصاق وجي جاء فرمي بسلطة دس بيكا لكو دس بيكا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئو. أسلوبي هموزان عن واتاني على إن كادك قرق عديك نحويشة لروي نحو اللغة العربية هركاتي حرف جر معنبو لابد من متعلق، يا من متعلق، متعلق ومتعلقك معنها حرف جرك متعلقة، فعلك يا شبه فعلك متعلقة بوي قاعديك عندنا وكالنا هركاتي حرف جرك ذهبو إلا بشيها بي أبشتك هبه بيوني بيو بغت ببغتك كاتك إلا كم الله حرف جر مع نبيك هي تعلو نافسا أو جراء ومجلول ربا وحاشا وخلا وعدا والزائد لا يتعلق بشيء أبقى عليك نحوية تنهى وان ربا وحاشا وعدا وخلا ولقل وان كفيرا حرف جر الزائد أمانة تعلق بهيج ونافسا غير أمانة أجر هاتوا لزباني عربية وشيء حرف جر بكار هات وأتى لحظة حرف جر غير بيستكي لا يتعلق كهبه ويل هذا كوي بسم الله به مثلا تعو أم بايا اسم مجرور كذوا اسم مضاف إلى الله، الله مضاف إليه باشا أم بيا تعو بشي وزي في يعني بشي وشي تعلق شو كذا برا ودائما إشي شيء شيء حرف جر ثانية كأم معنى أم معنى اسم راجع شو رأي في عليك يا شبه في عليك شو كنا كريب وأتاك بس أمراض بكرها تبي أمراض كيش كذن أمراض في يعني كذن بلان فيون كلاو هبه بس فيون فيو كلاو هبه ديار نبه بوه اوتيان چيه سالة بسم الله الرحمن الرحيم اي ابتدئو اما تفسيري چيه تفسيري المتعلقية كأم حرف جر فيون فيو بسه بوه كارو يعني بناوي خوايك وكالرحمن الرحيم من دس بيكم ديارة ليلاك لسو قصر رشد وكالان آية متعلقك لدواغي يالا كشوية بلان ابتدئو بسم الله الرحمن الرحيم باشترا يا رب بسم الله الرحمن الرحيم ابتدئوا وانجرا دائما قاعده وتاك متعلق دواب كبير سر له معنى حصري تداعي حصري جانش يعني تنهاب او واذا ذا تاخير كيف يبعثر تدي يعني تنها هد بناوي خوايك الرحمن الرحيم دس بيكم اما وشي ابتدئوا تفسير ابو اوا طبعا دس بيكم لردع ام متعلق يحب بسم الله يعني بحرف جرك شرنيها لها مشونك هل أبتدئوا به أقول جيك نان ما قل أكلوا به أقول مثلا رشت سعر بأركبوا به واني أقول دابزين بأنزلوا به يعني كوابو هل أقول جيك فعلك خاطش به وإيش أقول جيك فعل عام بك أبتدئوا أبتدئوا عام أبو همو أنا بلا ما أقول جيك فعلك خاطش به أتوا عيب بسم الله الرحمن الرحيم أقرأوا لي هنا أتوا عيب الله أقرأوا أدرسوا أو شربه ولا تيجي تقول أبتديو يعني هنا أبتديو كيف عليك عامة أقول جيب وهمو ما شو إنه جيجيك ده بهمو ما مثلاً كي في شيء ما ما برحمة إخوان اللي بيعك ولا ثلاثة همو بتبيك وبدوش جس بيكن بناي خاد جس بيكن وبس فاضي خاد جس بيكن أما اقتداء أكبر خوشان اقتداء بقرآن بيروس كلا ثلاثة قرآن بيروس بصورة جس بيكن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اقتداء لكتاب الله هلا ثلاثة قرآن وهاتو وافر معناك أما وعدوها بيشان بيك بيك الدين فرمانا كي تلك يكم شتك ذات اللي تديس وفرندن وفيرمونا يكم آيات دابزي وبيغم الإخوة فرمي اقرأ باسم ربك يعني يصف فرماني فكر كقراءتي أو بناي قدس بيك
لذا زنان اجتهادك كان لما عادوتي أوتي كان عملك أبو لدنيا قراءات زور الناس فيها كدن بوخنن زور بلام أو علم الناس وديان يبون رف في قراءتك فن هاي خوابه أو هشي علم بونا ودس فيك فصد من أبو إنسان هج علمك إيش أمنا وما ليصلون يعني تنها هاد دس فيك يعني بكون تجي علمي خزنا بمنا ونكا أو صدق بفهم الجناح يعني إيه بسم الله هما نزارين تقول أصلا كي بإسم الله هي همزيك هو حذف كلا يعني بإسم الله آيته وشيء اسم همزيك فعلا همزي وصل جرهات وكفنا وراسه أرواح بلا حاجة نواب نسراء بنبنوسين أنسراء بلا بخل النافلة تو كوكا همزاتي وصل همزي وصل قاعدة صفية كوايا على أن تكتب في اللفظ ولا ولا تقرأ النسراء بس نافلة تو لبسم الله همزيك شهد نمعه هلا براو قال بسم الله بو لبزو بكار هنانا ونا بكار هاتو بكار هنانا ريو شايكا تا سكتير بيستزمان باشرة بلن بي اسم الله بسم الله نيا امزكش بنوسي وازالين كانوا ببخلو بي اغلو بي اسم الله لو او قلسي دروز نبي هلا هم بدور لزانان كل نوسي نيشا بكار هنانا اما هلا كون ديار ما هل هاتو ومش تيغش تيغي تيش كما نكينا الان بيشي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله في انواع اصلاكي خويا على سموها هاتو وايا وشي يعني اصي اصلاكي سمون بوا اما جوالا قل المكان تاع كراوا او هو مثلا حاله تاع شكرا بهمزوا خلاف كي لغه الى سري هي ما في مشكلة وهذا انا زو مثلا هندي لوانيا زو دروز نبي قصاك ايه اجي شي ناوي كابو الين ما وصلت فرمين بسم الله الرحمن بسم الله اما اسم اضافه بلا الله كراوا الله مضاف إليه الرحمن شيء الرحمن في أنواع صفاته كما رحيم صفاته دوهما أما لستق الزوريني نحات وعلم ظلم ابن هشام قصيك تريه إلى ابن هشام فرمي الله مضاف إليه رحمن بدلي الله شوك القرآن في لوزة لهمنا وكان إخوات دون جاك رمضه قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى كوابتي ما نقين القرآن في روز دوان ناي إخوان دوان يان لو أسمع الله الرحمن هدو كان ناول صفة يعني كوابو لهذا الرحمن بلا ابن شام صفة نية هد ناوى وقشون الله ناوب الله رحمن ناوب الله كوابو شوفا فرمي قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله يعني كوابو أم دوانا هالكامي كامي أسمع الحسنى كي أمانا أما استشهادك من هشام بالقرآن في روز قال فرمي إذا الرحمن بدلي الله يا كأبو خالد هدو اسمك بكار هنا ولا هدو شكا بكار هدو بسم الله الرحمن أنجالنشي الرحيم يعني أو كذا شو معناه كين بناوي خوارو بناوي رحمن كصفتي وايا رحيمة دس فيها كم أو معناه كين نال بناوي خوايا كربزية لدنيا دا ورحيم قيامة دس فيها كم بناوي خوايا كناوي الله وناوي الرحمن كصفتي وايا الرحيمة من دستا كان بخير من دستا كان بخير من دستا كان بشي أو كاتا الرحيمة كصفة الرحمنة ناشي يا صفة الرحمنة كبدلي الله أو رأيك ذا رأيكاني من الشام رأيك جواني شعاني كويكا بوزانيشتي كجواني أفرميشي بسم الله الرحمن الرحيم أبتديو دست فيكم نحمد الله إما صفاصي خواي قوراكي نحمد الله نحمدو في هذا التكلم مع الغير هنا نيجو أحمد الله تفهمين أحمد الله بس كيف بوتي وتوتي إذا فما جمع بين التسمية والتحميد في الابتداء مع مصاحب لسرتاء بسم الله إيشو الحمد لله كوك الدوانة يعني دس بيكن بناء إخوان وهذا واسفاس كني إخوان لبداية سرتاء كوك الدوها دكان فيك أو يسدوا بسم الله الحمد لله كبو عملا بكتاب الله الكريم لبسن يشكدن ب بو كتاب اخواني كقران فيروزا كاو فرمان كلا ثلاثه واقع وهل وهابي خبر كل امر يا كل امر ذبال لم يبدا فيه بسم الله فهو اجذم اما بخبر كل طائفين وانا بو مضاف اليه بو كلك يعني بو خبرك بخبر كل امر يا أبو بخبر كل أمري مثلا أو بك نحو حال حكاية وعلى قمع بصير مضاف إليك ونبي
او حديثك حديث جهتنا ذا حديث كذا ثابتني بل عن زنازو وكاريان هنا علتي على كل امر ذي بالين هم فرمانك خاوني برجاني افرع يعني نرخي ببهايك به اجي دستينك بيتي دابا بسم الله الرحمن الرحيم او فهو اجزم اي مقطوع البركه دي بيكون بفرع يعني سودي تدانيه اجي بسم الله دستينك حديثك اللي روي معناه ايش عايبينيه روي معناه ولا لو هم متنوك ومن امر روايته زو ثابتنيه على انها جينا حيث اللي روي معناه كشيء تدانيه فقال لها مقطوع البركه قال بسم الله الرحمن الرحيم دستينك وفي روايات بحمد الله يعني دو روايات هي روايات هي مو بسم الله الرحمن الرحيم روايات شان تدي لم يود فيه بحمد الله فهو اجزم يعني بهذه الكيات هو لذا كابوشيا دروس به تعرض دروس به على كذا كذا كتو أريم فرمودي بكاره يعني لم فرمودي أكمل كابلي توشي كشعبي شو كابو أجر مثلا بدأ به بلي بسم الله الرحمن الرحيم دست كمان الحمد لله دعاء كبه الحمد لله شو دست فيك بسم الله الدعاء كبه كعوب بيجي يعني تداي فيك هيك حال تداي فينا كبه يعني بير رواية حديثك طعمنا به يعني بير ابتداء بروزنية ما قاعدة واحدة وتسألت هاي كان دوت ابتداء دو هما وانيم جدير أم لرا فرميتي أم رواية أبو شوازة لم أعثر عليه بهذه الصيغة دي براين مع جدي على السنة يقرأ بروايات الهناية التي ما لا يبدو فيه بالحمد أقطعوا إمام أحمد يشفى روايات الهناية أزم وأقطع إمام النووي هناية الكتاب الأذكار شعي حيث قال أصلي هيا بس هذا الشكل لو أنا يزور ثابت نبي خلق ما ليرى لشي هاي على كابا قد هات وطوع الحمد بيشخد بسم الله دواته وبسم الله بيشخد الحمد لله دواته وكأو حديثة كان دو رواياتك تجاتيها أوجد الله بلا برد كم ولا تعارض بينهما من جواب برسالة كذا لبيني أن دو رواياته هجاتك نيا بو إذ الابتداء حقيقي وإضافي شو دست فكتن دو جوار معنى دست فكتن إيه راسقين معنى دست فكتن إيه راسقين معنى راسقين كما تاني فالحقيقي حصل بالبسملة والإضافي حصل بالحمدلة إضافي حقيقي كامل حقيقي أوياك نما بس وغير ما بس يجي فيش نكوت فيه حاليا كمشاهدة بس نادر تفكي هو حقيقي شو كهش تيم بس وغير ما بس فيش نكوت فيه بلام إضافي أويا بالنسبة دعاء خويهم اتدابه شنو بالنسبة فيش خوي اتدابه تقول فيها إضافي وأتاوي ما بس تيتوه فيش نكوت فيه بس هو غير ما بس ده فيش كذا قيس يجا لكتي بكاء بسم الله الرحمن الرحيم بكم متن ما بس نية بكم في شم بس ده وكم متن إلا علمك دواي أو مبستك باسي تعريفي ساقوجي وقفة مكان كلياتي خمس وانا دابا نسبة أواني الحمد لله فيها شوية واضح براكم يعني ترى إضافي يعني شي يعني بنسبة دواي خويا بنسبة دواي خويا وعني لا فيها شوية بنسبة فيها شوية خويا قول جيلا شي بلا دواء بي يسا كسا كسرا أقريا هم كسا سري خويا خويا كما بو دواي خويا بلان لو أقول جيلا ديمي فيها شي خويا بي او بويك كاو إضافة إلى بيشي خوي ده هما بلا إضافة بويا دواي خوي يكما أبي بهما شيء ويا على بلا برزك ولا تعارض بينهما يعني واني أنت رواتك هدوك الشاء ثابت بيو حديثك هدو وجودي هبيو إيش كشاش يتعلم لرواتك يا هيش تعارض هنا لا شو كيف ذاك دوج ولا حقيقي وإضافي معنى دي حقيقي كما شي فيكات بسم الله الرحمن الرحيم حقيقي فيكات وثمان بسم الله الرحمن الرحيم دي حقيقية أم جاني الحمد لله إتداءك إضافية زورت شعك كوابو هدو كي تحقيقه بركتك شعادة كايا واني بسم الله شمع كده الحمد لله شمع كده كيشش دروز نبو أما وكو ولا مبوتي بو روايتك أم جاني رأى الله ما مصاب الله باشا دي باب أكسي كدايته بابي وتا نحمد الله أم جاني باشا بسم الله الرحمن الرحيم واني كوابو مادام روايتك دو روايتها بي هدو كان بولي لم يبدأ سحر بو عكسينا كنه وانيا بقى الحمد لله وكينا يكو بسم الله كنه دوهم بسم الحمد لله حقيقي وبسم الله إضافي به الله وقدم البسبلتا كاك بلا بره إذا كان بسم الله فيش خزبو اقتفاء لما نطق به الكتاب واتفق عليه أولو الألباب على بابي كان لبتشي بسم الله فيش الحمد لله لبدوشت يكن يعني اقتداء بشون كوتين بويت القرآن في لوس هذا تقوى فيه يكم آيات القرآن دست بيك على الصورة لبسات القرآن بسم الله الرحمن الرحيم
دو هميشان واتفق عليه أولو الألباب همو خاون جيران وزانان وعقل مندان وغيكوتون يكن جابس ندرس بيكن دو هم الحمد لله كاو دو دليليه دليلي كان اقتداب قرآن ليش ما عقليه على العقل الإنسان شاد كما نلاقي أبي كجامع بناي خلص بيكين زاي سباس يكين جاي كلام بسم الله الرحمن الرحيم الجالي الحمد لله رب العالمين أول بيتك أبو بيك تابك أجينا أنتواني بلام أحمد الله نحمد الله ثم بلام بسم الله الرحمن الرحيم فلام هتي سيدا كم جنجامي هلا قال مقام وشوينا كل تداج لقول القرآن شاد جنجامي كأبو هالمحاولين كلو أمانج دائما اتباع كن بقرآن يعني لو ده النشل لو سيستم جواني كقرآن داير رشتوه اما بوی باز کردین لخودی بسم الله کردن که و پیش خسن دعا کردن کنیم یه دسر اوی باشا اونجا پیناسی وشه حمد ما بوکا وشه حمد لسی و حاتو وشه حمد علی لغتان لزبانی عربیه والحمدو هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری سواء تعلق بالفضائل ام بالفواضل لیلا ما مصر پیناسی خوی لغة معنا هو الثناء الحمد هو لغة الثناء ضوء في نفسه ضروري هو كوزباني عربي قال ما هو الحمد الحمد لغة الثناء بمعنى سباس كدنا أو الثناء كي كريت كي لغة الثناء كريت ثناء طبعا ثناء شيء ثناء باس كدنا بجوان يعني اشتيا بجوان باسي كي أو جوان كوتيان وشي الثناء يعني وثناء كلا الثناء يعني الثناء كدوها يعني زور باسي كابجواني باسي كان دي ادي ولا وشتي كي باشا كارجي شاي كي افري مي ديك اند سوشي بي ولا شتي كي زور زور جوانا اما لا شتي بس ودو قازان جي زولا او الثناء الاسباني عربيه دي حمد لغه يعني او يعني بكنت كي دك خستني روي جواني كاركه اما اكو كاو فيز بكنت بي بكنت قوان كلام فيز زاني فلا ما لا روي مثلا اصطلاحي يعني كان عسكي امه في ناسي حمد بريتيا ثناء باللسان بعض كنين عمتا كان إخوايا فزبان لسل شي بعض إخواكين على الجميل الاختياري لسل أو نعمة الجوان يعني كبخواسي خوي في داوين على الجميل يعني نعمة الجوان كان إخواي قولا اختياري بخواسي خوي في داوين يعني دواما لنا كدوا لسل ما فرضنا كدوا نرفع نسل فرض كين بلكو لخواسي خوي لا بتعالي مثلا خواصي خواتي خوي بأمي بخشيوه أم جاء سواء كيف خويتي أو نعمتانا أو جميلة اختياريانا في ونديان بفضائل وهذا يا بفواضل لإنسانا دو جور نعمتين نعمة الفضائل معنية نعمة الفواضل معنية فضائل أو أنا كبو خو معنى نعمتك إن لخو من تجاوز ناكل كرتي معن بالاد رجي معن جواني معن ناشريني معن أما أنا لخو معنى ناتوالا من جواني كان بمكاسي جيتر ديف بخشم كنت بابا كان بمكث الديش كيف بدا من ديم اما مسين فضائلا اما انا خاف بكيو بقولي خو معناه جاءوا نعمتنا ادم انا بن كتابه بمنوا يا ام الفاضل يا ام نعمتنا من كوا فاضلا لين زياده اتوان بخوش ببخشم وكو فارا ظلمندي وكو علم اتوان بيخشي وخل كتاب وكو مثلا هشت لو اني كتول جاهزه على خود زياد اتوان لخوتي بكيتو بيبقى فواضل فاضل جميع فاضلية فاضلية يعني لخذ جابوتو وتفضل أتواني بيك بيدي بخذ كتير في بيت الماي فضل بوتو بويا فضل كتوالي ملاف بيارة تفضل عليه تفضل لك إلا سياحة لو أشتك لا يخوي بو لخوي الزياد بو بخشي بمن هي تي ناشي بخشي بويا فضلي ميا كيف فضلي هي وكسر زيادة كي خدا بمن فأقول له أو بريتيا لشي بريتيا للثناء باز كدني نعمة كاني إخوة بزبان باز يشيب كين ثناء إخوة بكين لثد جميل لثد نعمة جوانا كاني الاختياري أوانيك بخدي خواصي خوي في داري خواي فلو القلب ببي أو يمم لسل فرض كربي كيف يخدي أو نعمتانا في ونديان بو نعمتانا لكتابة المبنونات وانا بيان بخشم يا أوانا بيكوار زيادة المبنونات وانا بيان بخشم أما المزولة كلا لمعناك كابو فواضيل فضائل نعمتي غير متعدية فواضيل نعمتي متعدية غير متعدية أتوانا لمن قوازة وكاسي كتر متعدية أتوانا لمن قوازة وكاسي كتر كما فواضيل أما في ناسي حمدي وكرين يعني في ناسي يكي جواني قيش قيلانيا بوها مو معنى كاني حمد تقصيش كتر بدولها هنا نعمة كاني
شکر پرش نعمتی که خواب پیدام هر اوش هست بچه که لحی نحن لجوانی با من شکر ایسا کانه اوی که هر انسان خواب درسو احسن تقویمه لوی لیو که تو خوی ناشین درچه هنده انسان هی لوانه مثلا ناراضی به بایی که کتا بالایه بلان لوانه کتی بو او جوال بیچ به او جوان بی بو او اگر او جوال بود دید درش بایی ناشین درچه اما خوی اما لعقل امنا لوانه بلا ملا سلام من توسر جو مدتی بلان برز بایی بلان للای خواهی پرورگر او با من جوانیه اما او هسته یه که الانسان بویا که رو فیالا فضائیله بویم اون اعتنان را با فضائل چونکه اگر تو لو لیو کنواز ناشین داره چویت لعقلی منه لوانه بلن تصور کم والا شلا مصور بلن توزه من جوان تنوه لوتن نتباری تنوه چاوه کارم توزه خطر و گوزه و گوه کارم توزه ناسه تنوه ولی بلان اگر چینو بلای خواهی پرودگر خواهی پرودگر اما با من جوان با جوان با من دعنه اما جوانه با من نشانه جوانه دمم لیکنو جوانه با من او با یکا فضائله با من ایتا فضیله اي مدحتيه ام جاري بلا باب ودي باش اوعى حمد بوارين اي مدحتيه على المدح هو الثناء باللسان على الجميل مطلقه كاو معناه حمد زوتيه بهيسر له معنى المدح اي مدحتيه مدح بتيل الثناء باللسان هل بس كدنا بس بان بلا على الجميل لسه جوانا كان مطلقه كيف اخوات اختياري واختياري بها اختياري تو کدی خواهی مثلا جاری واقعی هندشت هیا یعنی مثلا اختیاری نین واقعا مثلا استراری ها وانی اشتی استراری کامه ها اشتی استراری پنه کوین ده ناشاری ها ده ناشاری بو معنی مثلا کات اک امرو فهم یا ام انسانا لحالت اکا ها اشتی که دست اکویش مثلا کات حالت اکا وانی بلن هلاکت اکا فلاکت اکا نخیق بخن که لبا کسی دست اگری رزگاری اکا وانیا اما مثلا یا بلن لخی که لبس آب میره که برای فاروق شرطه کنجا حرامش بیه بس خواهدی نمید وانیا زندو بیه وانیا او اس کی اصطراری اما کاتی نیا بوی بگران اصطراری دوام ناکا یعنی وقتی محدوده برام اختیاری کن بر دوام لجیان من نگو انا عجیم و این عادی دنیا خواهی که دنیا لکه وی در بشه اولی که اضطرارات انزور کمه چون که اضطراری حالت تعبتیه همون کاری مثلا نشیان تا دوباره نه تو زور باشه وادا تو همون کاری معقوله تو همون روز نشیان تا گیت حالتی که وجود دست نکه خیلی بلند است به مری همون روز گیت نبری آب خیلی که بخن کی همون ما حالت تعبت نه معنا بوی که علی مثلا مدح مدح عمه بتل السماع باللسان على الجميل على الجميل مطلقا لسان مستشفى كان جاء مطلقا اختياريا يا اختياريا لذا تشوك في ناسي اختياريا ما فيش غوث مع اختياريا او نعمتان انت خواهي برب فضلي خواهي في داين ببيه هيتش دا فاضي في ايما او انا بلان مدحكة وانيا مدحكة جاري وانا توسوي تكليف الكدوة لزلانة تابد دا بو مدح بخواه بكارنا هنده زوت بو مروف مكاره هنده حمد بخواه فرزقا مكاره هنده مدح بو خالقی که لعنت الان فرانکس پیا ایشان بو خالشون بو لای تکیب ملاس ولی که الان حالا دم ما الان او بو خالقی بو نام خالقی که تو تکیبی که آقای جایی واسه مثلا زود پن آخوشه پس نه چاری هر چی داره کی دست امت حسی کی کسی لای خوای فروزگار هیچ داشت نکد و پیشی بخشی زود پیشی نزدی او بو فرقی دارم مرتو اینکه حمد که که ابو علی باشه او زنی معلوشه مدح و شی حمد جوازیان چیه لیر دایی نسل اوی ای شکر چیه ای شکر که ابو سیب صلاح معنی حمد معنی مدح معنی شکر معنی جوازی انسی مصلاحه چیه او جوازی حمد و مینی معزانی که ذاتر حمد بفر وزگاره بلا مدح بناو خلقو مطلقه وستانه که انسان بخواستی خوی دستی که بید دعوه که بشوینی هرچی حالی بواده و این گیشی به خواست خوی نبوه اما باشه بلام شکر دائما فی مقابلت نعمتی بالقول ام فعلی و اعتقادی شکر لمقابلی بونی نعمت اکره یعنی شکر همو کات نکره شکر تایبتا لمقابلی نعمت اکره هات دا بزی بوسرد خیرال خواهی جان لد بزیاده یا دا فعل اچید کاری که باشه که یا سجیه که بیبو خواهی گوره بجستد باعتقادش بناخي خوتها بطواوي معنا هستكيك أميت القزالي يقول ما قايل بطلو القالي بحقك أدعوكي
صدقية بكيتك ويتك توقر زاريت أو اعتقادك أو اعتقاد قلبه بناخ توانيت باوت بيه وعنية أو فضل خواهيك بسطها باريوة أبيل مقابلي أم نعمتها أشتك أنجام بي ها قرآن في معنى فلميك أخواهي لو أشتك تانكب خلافية يصير شنع حسنية دعبني بوشك أو حسنية ببيت ما يصير إنه يخلافك وأجا مثلا الأخوة يقول لك فضلك بسرعة رشتي نعمتك بسرعة رشتي كابو باش تبغى زياتر سجل زياتر ببالي دوك على زياتر نوشكي زياتر مثلا دعاء كان لك الخدمة قاعة شوكيتها يعني أبي أو اعتقادك أو فعلك إيش أو هيك بفعلي كروشك بمية صدقك عن جام قولك إيش بس بانش مال الأخوة يجي صفاصته كم مثلا كابو سيش كي تيابو قولي شو فعلي شو اعتقادي شي تيابو لذا أم جرى على باش ديج جوازين يماني حمد وشكر شيء حمد بريتي ولا ثناء إخوة على الجميل الاختياري كأبو حد شيء جميل اختياري كان بن أتواني حمدك بزبان بيكين أتواني مش بها ماشي وبقول بيكين أتواني بها ماشي وبفعل بيكين باعتقاد وانيا هيك أبو فرق ديواني شكر وحمدني ربابي يعني فهو أم شكرا أعمو من الحمد والمدحي قشتي ترى قشت قيت ترى لحمد لا مدح بلان بشي لدو بحسب المولدي بجوري مولد اما قصر بين حمد وشكر كيكين ادو كان دوشت هاي لمقابلة مولد معنى هي مولد عندي او جيكي كوابي انجام دي لكيو حمدك انجام دي لكيو شكرك انجام دي اقل لو لانو سرنج بين شكر عام ترى شكر شكر بس يستكره لقول زكري فكان زكري باعتقاد كاول من حيث المولد لروي ان امراضي ان جامداني حمدك امراضي ان جامداني حمد شكرك شكر عام تلا شكر توعين بس بانيش بلين اتوعين بس جستش من همشي كروز بخوا بلين سخين سر شر سر زوي وباعتقادش لان اخو ان معنويتي خوش مانا بهماشي وبعقلش مان بقع بقنعتش مان شكري خواكي كاول سيرشت بس سير زكري اي حمد تنابل لسان مولدك بس زبانه كلا او كابو لم رواني كعام با شكر عام وانا شينا من حيث المتعلق من حيث المتعلق لروي بيوان داركيوا او شتيكوا بيوان دي بيوا بس بوشي حمدك عكم اي بو شكركم اي رو شكر خاطر شكر شكر في مقابل النعمة كاد شكركم كابي الا متعلق شيء نعمته والله محمد نعمتها بي يعني بي اللهم الحمد لله شو كحر خلقك قوي نعمته أول شيء في بيج قالوا نعمتي تعاظ بها أول خلقه أو أنا أهم مشتكى في دام دس مقاس مشاو عقل وأنا همي أن نعمتي قولنا و فضائل كان كفي دام بل دام نسى فضائل كان هلا قلاية فاضي كان أقدر أزنك وتبي فضائل كان أرهن ربيك لدى متعلق حمد زور ببي نعمتي تعاظ يا نبي نعمتك وأنا كان كان قل ما هنو بل دام نوا هل بس سباسكم والله حمدنا والله رأى وصلت نعمتي تعاظ شهادك هم قد شو كروش يا جماعة بقى يقول سفاس يا كم شو بعض الجاني كده قاضي عندهم كده في سخرة لو كاتئ روش مويشة كم هبو بوم عسان بو شو أو كاتئ بالمقابل شيء عبي كارك من نعمتي كروجانا بود بجست عبي أو بو يك كاب بم 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 شو عاد بشيء شكر خاصه وأخصه بحسب المتعلقي كابو شكر بجوري متعلق بجوري في من ذلك بوشي أي كي بوشي أي كي لبرشي كدت هو شكر خاص بو شكر في مقابل نعمتي بلا محمد عام بو شكر مقابل نعمتي شو غير نعمتي شهر كري وقلت ما الفواضي لك أنا فاضي فضائي لك أنا بردان القطاع أبي أرسل هر حمدي بوكي كوابو جوازي لنواني شكر حمداتي بو ألف بينه وبينهما عموم وخصوص من وجهين قاعدة كي منطقية نوان جوازين نواني مصطلحات وشمككانا يا جواز ذيك عموم خصوصي من وجهة يا عموم خصوصي مطلقة أمانة معنى أو عموم خصوصي من وجهة من وجه يعني شيء لا رويكوا لا رويك التروى أوا لم روى لو روى أجل لم روى سيدكن أم يان عام أو يان خاصة بين أم باريت ليان عكس بيتو عنه أو خاصة أم عامة ويقول من وجه من وجه دائما يعني كأو اعتباراته أما شيء كتير لو قاعدة أنا كأليه نابت دستوى كمك فقهي كان يا كمك علمي كان تنهال ليك بار سيدان كيد أبي الاعتبارات سيدان كيد شو كان ليك بار سيدان كيد يخوي نوي بواكي بلا ما قلت شن رويكو سيدان كيد يخوي نوي بواكي وهمو روانش بعثان دور وهادو كيد هادو كيشي راح دلاشي
بو ناكري ايما تمكي علمي حتى ها يكفي انه يبقيد او كادتو لروي علمي نتواني حقي بيدي ويعلم فيما نالي ابيتو بو همو تمكي جيزانستي يا بو همو قضي ومساليك علمي ابيت شنروكي بخينيتو شوك هل لها روية كوشتا قتري هي مثلا كادك قضية بدستي جناب علي والا فلان كس لدر ومثلا فلان شوينا ايش اكي واي كدوا ام بيايا سوبر اماني بيايا جدا كفتية سن والا القاتل في النار جاري ورا لأقلي كي بدا من الأقلي كو سنجي بلوانا حقي بي لأقلي تو لواني معتدي بي أبي أو مفتي أبي بيد لما بكاتو بويا دائما نريد تأني بك أمش أويكي قال قاعدة كان تازلان عموم خصوصي من وجه أم قضية شيئا غير ذات عبالة فبينه وبينهما حموم وخصوص من وجه جاوزي دنيواني أم كيا أم حمديا شكراو لأن يعني حمد شو ثناشا مدحشا تيا عموم خصوصي من وجهه مدحكش ولا قال حمدك يا لرويك عاما لرويك خاصا شكري لرويك عاما لرويك خاصا أما واضح واضح كلابو فعلم من هذا أن المصنفا إنما اختار الحمد دون المدح ليؤذن بالفعل الاختياري دون الشكر ليعم الفضائل والفواضل إسان جلب عشر دي باشر بوشي مصنف يعني أما مصابر يزك أنت يبين سوى هل بين أنت سوى جنيه قد نشكرك اللهم نمدحك اللهم كشوتي نحمد الله وحمدي هالبشار على بابي يعني كوالوز باني من هذا أعلم جوازك بمرون كذي توعني مصنف نسلك أدانا لك بوشي حمدي هالبجاد ومدحي هالنبجاد تا تيما بقياني يؤذينا يعني تيما بقياني بإراي قياني تي بالفعل الاختياري بلي بابا جان أوي كإيما خليكين استكان وخوابي بخشوين أمانا هميان فعل اختيارين أمانا أو نعمتانا كخوابي داهم ببي خلاصي خوام أم علميك همانا أوزانستي همانا أمشي كإيكي نقصاكين همو نعمتي اختياري خواين اضطرارينين اما فضل فضل بس خدا يجب ويك علي حمدك كابو علمي شفير بوني علمي شهر اختيارية يعني بلا اخوة يقول وسيلة كاني فيداني اما خوما ما عندوك وسيلة كان خينا قاب بلان فيدانك و اثباتك حد شيء فعلي اخوة يقول ريه امريكي كاللواني كتبانا قيني اسباب لسر ايما يا فستوفيق عائلية فبقارة ليؤذينا بالفعل الاختياري تا اعلاني كا بله بابا جان اوی که من پیداوم که خواهی گوره پیداری امانه چین؟ امانه همیان نعمت اختیاری جوانی فروزگارم و هر وحا شکری نه نه بو نگو نشکرو که ولی من حکی بین آیا فعل اختیاری کشت حدیث تخصیص نمو یعنی فعل اختیاریش داخل بو بلان دسته اختیاری که ام سپاسی خواه که ای باش بو شکری نه نه على تاكو فضائلش وفوالي قتلتو كاكا شكر بوايا هلا مقابلي فاضلة فاضلة كان عبو فاضلة كان عبو كاكوا في داهم شندين صال الله قل معايا فلان كوتو من أحمد الله يعني لسد تاكا تاكا نعمتك يعني فضلقات شئ أماني كي خو من هل لمنا ابنوا شئ أماني كي دن بخلق تريش لسد هميس باصي خواهك اكا شكرا بكدايا أبوال نعمتي بس نعمتي علمك كيسان تأليف يوم كيباك مستوى شكرا كي كدوا إذا تشاو جو عقو أعام بالوانا شي ديانا أبو ولان بويك أحمدك هنا تا نعمتي فواضي أواني تايبة بخوي وتعدانا كان فواضي لكان شي أواني شي تعداك هم يبقى لتواني واضح بلاكن يعني كابو لدى وشي حمد كهنا يتي سيشوار شتي في بيكاو دول كودة دولة كومالا قمان كما مدح بوايا كابو بويك أسفاسي خواهي كدوة ديالا أما الزور ما دوبوه شندین شو کروزاوت و شندین شو نواندویتی و شندین شو تا خواهی گرد او در فدی پیدا آتوانی اما بنوسه و اما وای گیان که ابو گو شوازه بخواهی والله اما اختیاری فلسی خواهی کنه خواهی پیدا آتوان من لوانی خوشم هل بید مانه و فیلی علم بمرام توفیقی پیدا آتوان علمی پیدا آتوان مصباسی کنه تا ام فضی خواه اما نعمتی اختیاری پر گاره منی حفظ جاده بوام علمه واضح براکم أمزارا فرميم واختار الجملة الفعلية على الإسمية ها هنا أي باشا بو ما وصا هاد زايدان شوك دائما قرآني في روز كإختلاف قرآنك قرآن فرمي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بجمليك اسمي متداو خبر دست بيكا كشي ما وصا لايداوتي نحمد الله كذي بفعل
على بوتي اختيار وتحل بجار جمله فعلي بسر جمله اسميه وترسي فعلي هنا رسي اسمينا هنا لكاتك كابيني رسي داني اسمي هنا واتي جواني هي وفعلي جار هيتي بوايك دوا ها هنا اعلي لدى على قال اوشع مثلا او اقتفاء بقران قال قول لا اقتفاء بقران نبو افرمي وفيما سياتي ولا مدواش كديري سان لباس صلواتك وكان ونساله الهدايه ونصلي على عمي هرب فعله هنا هاني بوشي هروايك دوا افرمي قصدا لاظهار العجز عن الاتيان بمضمونها على وجه الثبات والدوام على تاكو تيكا مبسي تي مبسي اويك دوا تادري بره بلا انسان تستلوي بتواني دا خوازي لخواغري جمليك اسمي كبيرتي لبدوام انجام داني حمدكان بشويكي بدام بيفتراف قد انسان ناتواني بدوام واسفاسي خوابكا شكو جملة اسمي مضمونك داوجي مالكا ثبت كأليد الحمد لله بدوام ابي حمد لله ثابت ثابت به بس فعل تجددي تيايا اتواني لم كاتا كاتي كتر لم ساعتنا ساعتي كتر يعني لجملة فعلها انقطاع دروسة اگر بفتره مندو ساعت باسي فانكم آسائية بس اگر جملة اسمي بها يعني من وام داد بري وكبت دوام لهنا ساعت هل ما كشم إلا رحمدك إلي قلاعكم دائما بو إنسان ناكري على برابة قصدا لإظهار العجز ما بس تشيكو يعني قصد قصدا ما بس تكرو ما وصا ما بس تكيش يبو داد بريني أو بس تي إنسانا عن الإتياني لها تندي مضمونها بل اخو جلاوي جمله اسمي كلا خشي دعواك كدا خوازيك على وجه الدوام والثبات كاو انسان لسبب الدوام ببيفشران خليك سباسي قوابه اما جو انسان امكاني نيه نا كنجل برو على ولا دعوا هذا سجمه فعل كاوي جن انسان بس دا لو تواني حق يعني متى كان يقوي يقول دعوا قال انسان بالدوام هل خليك سباسي حتى اواره ام روجك حسنا حقي عندك كان هذا دعوا حقي فنجيكي نداوا شاركي نداوا طبعا لقد وشا اما بو انسان ني وخوي قلت تقريبا مش لك ذكر بالدوام هل واقع ويكاو شو كي طبيعه الانسان وين اكل اي باش الله يزور ساك اوش تيغاني مرا اي بوتي نحمدو بوين خوينا فلاو قلت احمد كسي الله وانا احمد وخشن كسن اوان على واتى بنون العظمه نون عظمه نون وش نون عظمه بنوين متكلم مع الغير كفعل مضارع نونك بنوني عظمة القرآن نوني عظمة شو كا خواي جورا بعد بنحن بكارين يا بنا نعلمو خواي إيه خواي بلا مصيبي أو مكانات ومقامي خوايتي إيه كمقامي كي هند جورا كانوا هم الدنيا لقاليتي هم كون لقاليتي بوين أمر الله نوني عظمة يعني بعد بتعبير القرآن يكا إنسان يجاي وكاري هنا إنسان يجاي كابرا بوست كيش كوري هي آقایکا که خایکا دشمنه که مدیری مدشمنه که کشور ایما هر خوشه دی ولی که وقتی من خوام و عشرت کم و فلان و آنکه قوت و منصب کم قد این زاکی دستم آنها بکاری که بتر تعبت قوتیک جا فرمین نونی عظمی هنا نونی نحنی هنا نونی نحمدی هنا که اعتبار که لسری کجوره لجوریتیو مثلا مقام جوریتی ها بوای کد اظهارا لملزومها الذي هو النعمة من تعظيم الله له بتأهيله للعلم امتثالا لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث على باب يعني لبشي إظهارا لبد بريني ملزوم أو نونا لازم ملزوم شيء دائما كتو الله أجي موت مثلا دوكال ما بيني يعني شو دوكال الله على آخر كلاوتو مثلا دوكال كوش تيك لازم دي كشيء بني أجره كاو أجر كم ملزومة دوكال كان لازمة وانيا تقيد القادرة والله سلامة أو لكن يعني كسر ذروة يا لتقال كان لازم شيء لازم هاد بني شخصك كاو أبو ملزوم يكلي راه هنا فرق هي على باب أمي جلتش على باب إظهار للملزومها ملزوم النونكا أما النونا كنون عظمة شيء له وديها يعني كابو جوريك هي شتيك هي زوج جوريه بويم في عود نوني عظيم كرانيا لعظمه ملزوم يعني ملزومة كي كبريتيا لا شتيك جوريه اللي وياها هي أجنام في عود مقامي كي جوريه أجنام أم وين عاكر هلا خو كبرى خوي بزلك كعك فش كاتوانة إلا شتيك هي يا بحوس تيك هي بوانيا عشرة دلوقتي
واني مقامك هي في انت وبشتك هبل يا علي الاظهار اظهار ملزومها لبدل خستني ملزوم لي ولازم هاتوي امننا كما او ملزومه الذي هو نعمه او نعمته كم نعمه تو من تعظيم الله له كخواي غرا ام بياي بغوره دانهو بسي بغوره دانهو بتاهيله للعلم كتب اهل علم هل او كتب اهل علم او مقام شيء زور غوره في بخشرا على سر او مقام غوره وانا بنوني عظمك هاتو يعني كانوا اواجنا فمن من او نبوم بلان خواي غوره كنعمتي بس رسم كذب اهل ام علم بتوان ما بنسم اقوام او او اسبابون نعمته وكل مقام هين فيه جوله تمتعي فيه وكم واني خواي غوره فرميشي فيما فرمي جوره فرمي واما بنعمه ربك فحدث او اقل اشتك اخواتي رشيد امريكا اخوات فحدث وشي فحدث باري تفعيله حدثه تحديثا دواتي هي تحديثي نعمت شيء تحديث نعمت انا وين باسي كي ويبي خيتارو يعني ايش في ابكي يدو جاره فحدث يعني باسيكا نقول والله والله باسيكا والله من دوله من فارونه لا تحديثك اللي وابي خيتار بس هاي خلط انا ايش بك خلط والله والله او في فلان كذا هاي شيء واكل او يكل او يكل او تحديثه نك تحديث خوامس بان تشوف شيء فحديث متعديه طيب التفعيل او التكريم واه تفريح فرحته ظل خوش من كذا يبيو فيها بكنه جاد الخوش بو ابي ذاك تو تشد الخوش بو كهلا بيني في اكاني بو خوي على خاطر يعني هو تود الخوش كذا فعلا كلا وادر كود كلا التكريم من كدوا شلون تكريم من كدوا بيني كلا ما شاء الله ما شاء الله في ودي راح استكيت الرخصي وبدات في ودي جان باغي القتوا سكان في ودي اكتو في الرخصي اي ناوني والله من تكريم من كدوا بس بان تلاقي كسكان يبيني قبولني دلالة تفعيل أوي بعده خوي جرى فهم أما بنعمة ربك فحدث تحديثك أوي أم نعمة لا واقعة بين ذي لسه شخص كتير بوي كتاجر كان كيتا أم نعمة إخوة تحديثك كاتا بروشي في بكاتو خاصة خانة نقوش خانة أتيوان أو تحديثك إيه نكوي لسه دانش سبت زنبل واو واو كدوا هذي بروشي كتا عملي لسه زباني خلق بيه بويك افهم بويك اجاب ان شاء الله اما لا تقول لي جوري لا هني لا مثلا لا خاطر كدو تكبر كابرابي مثلا خواشي كي دا اخوي في فشكات ولا بعد لا شو كم امتثالا اميك هات هو اظهاري او ملزوماك يد او مقام جوريك خاطر بخشو كي دي باهل علم دري ابري ودري ابري امتثالا بيقولك دي اما عاد في روزك اخوا فالم واما بعمت ربك فحديث او تحديثي كدوا اما نسيتو ساي خريتو كوابو فمعنى قوله نحمد الله أي نثني ثناء بليغا كأله نحمد الله يعني إيما سباسي بالوزقار أكين كان سباس أو فري سباس كيتن لو يعني زيادة ذري بس بالشواز يعني كم آوهي أما بتعبيري شي نحمد الله بتعبيري أوننا أما بو روك دينو كوابو يساس داني ما لتعبيري جملية كنحمد الله ام جمله برای خوی کرده بلان چند دواته های اما این شانه تانه که دائما در رامان که تدبر قرآن که ما نفهم تدبر کن لقرآن اما تدبره تأمون تدبر اوه لم شانه چی در ولی اگلی تو گذبانی عربی دولمن در اهو که کانیان گواتانی تا کلیه ها گوازی طاهم نابه جا باش ام سپاسی ما مرتاکی کرد نحمد الله علا چی اتوان خود وین حمل مقابل نعمتی شانه به بلان ديالا اما مصرعيه كان احصاص اخواتا بمقابل نعمتك شاكد ودي اي شيء فالمين نحمد الله على توفيقه لنا اي خلقه قدرة الطاعة فينا افالمين احصاص اخواتا نسى التوفيق اخواب وايما وشيء التوفيق هل مصري باب تفعيله وفق يوفق توفيقا باشا وفي وشيء وفق كهاتوا أصلي يقول لصي وفقها وفق وفق المعنى ريكوت وكو يقبن يك أراسبن أو للإسباني على اليواية أي ليرة دا معنى يتي هاتوا ليرة دا فرمي توفيق إخواب وإيمة توفيق إخواب وإيمة تيه تفسير يكا ما مصدو تفسير بوهناوة تفسير أشعر يكان وغير أشعر يكان إمام الحرمين كإمام الجوهي رحمة إخوائي لبيا أخوة وهر وقتك إمام الغزاليش معنى هي وشي توفيق زانايان في ناسيك يكن كألن شي خلق أي خلقه قدرة الطاعة فينا توفيق شيء أو يا فرودجار
دروسی کروه لئیمه دا توانای گرایلی همو مرافیک اوی که توانای گرایلی او خواهی و توفیقه ایتر توانات هی مثلا تو بتوانی طاعب که هشی که فرمانی که تو دیجه بجه که چوکا دست و قاش و اندامکن همی طاعبه بواهن توفیق بوی فقه زنانی تر آوات سیگران چیلن توفیق بلیتیه لتهیئت الاسبابی آمدکنی او هو کارانن بو انسان هچی هوکاری فعلا کانا آماده من ما مصا ایوه علمه بخوانه توفیقه که خواب تو چیه عقلی پیداوی چاوکه ایشکه یو کانا حمد ایشکه کتیب شپیه ما مصا شد هی کابو اما تهی اسبابه اما توفیقه ما و تو سر چی سجودی خواد چند خرج یکی چند امانه پیکو دم جکی تاکو نتیجه در چی خواهی گورم مثلا من اسباب تو ریخه بیان دلیک نتیجهش عیدی پرازگار بوده خوب کن. بوی که اوتی خلقه قدرت طاعتی فینا. که وابو قدرت طاعت که بوی چیه ویا؟ بوی بونی اسباب کانه. اسباب جوره ل اسباب ناو خنارخی ایم دهن. اما اسبابانه همیان و کارن بوشی بگشتن به فعله. اگر چاو نبی، اگر خود ما بنا کری، اگر یوم آن نبی نابیستی، اگر عقلش نبی به همان شیوه چایش و گیش صاحب اوتی لیکه هیچ. اگر آوش من هم و عقل و جوره ما مصاعق نبو تعلیم من که کتیم من پی نوتیاب خوانیم هر جوره ل نقصیه. کتاب نه میخوایی نباید خوانی دستان توزه زحمتی تی داره. بس کتاب ها بو قوام ها بو هموش تکلیف دست ها بو یعنی که آب توفیق که کسا آماده. ما و تو لسه جود که انسان خرجی که بو آوا. اما جالب بو چی وتم تفسیرم که دوانه به خلقه قدرت طاعت فینا. بو تفسیرم کد. علا فإن التوفیق عند الأشعری و اکثر اصحابه خلق قدرت على الطاعة. على دبر أول شو كتوفيق بلا أشعري كانوا وزوبي هواني أشعري شوا في أنوايا لخلق القدرة على الطاعة توفيق يعني أول كخبر برد قال أنا في إنسان كانت تواني يرعد بروز كدون يعني أصحاب كان يبو أعمال كدون بلا وقال إمام الحرمين إمام الحرمين لدى على مسفي غزالي رحمة إخوائي شو مش في وتر إمام الحرمين زمانك بلا هندي في أنوايا في إمام جويني رحمة إخوائي لي بيا أخوا يعني هدو قصه کن لحظه کن هی بازنی با امام غزالی شرح هی چون امام غزالی لکتر که خواهر اعتقاد که ایه نه لهمان کارشا امام جوانی شرح نه ایتیم قصه هی بای پالت به هدو کن هی توانی بلا هدو کن امام الحرمین اله چی هو خلق الطاعت فقط اله قدره لغوانیه توفیق چیه خلق الطاعت اوه یک الانسان خواهی گروه چی درست که دوان توانه یورایالی بس هر اون ده بس یورایال بود ویرایابون با انسان یکی که لفظایل و ایز با انسان چون که انسان که خواهد دروسی که دوه لسگه دونه کنجار خطاب کروی تکاکو و فهمه این نجاعه مکل ارضی خلیفه اما لیتی معنی گینه ام خلیفه بوی که خلیفه چون ویرایالی او کسی که داینا و هدود لو درکه این نجاعه مکل ارضی خلیفه فریشه که فهمه تجعلو فيها و ینسیدو فيها و یسی کد دیما خواهد گرو فهمه خمشته که ز بوی لبر او اعلیله و در دره که کابو مادر انسان خلیفه بیل سر زویده کابو بی توانه چی تیاری گرالی خوانه که بکا که دای ناو اولی او دیگه در رحمتی خوال بلو اما گرم در اسده لرک با واکش لیرو کابو بوله اره خود انسان خوی آمده بوی که طاعب که و بیل فعل واشه سات هم کسی طاعه که جایی بلا طاعه نفسه که طاعه شیطانه که طاعه انسانه که شو هر خود انسان ما جوری لانسان هی دایم حضیل تبعیه هل مطيع بردام مطيع جاك ابو توفيقك امير بويا كلام كاتيا اجا وقت ناس اجا من توفيق خلق طاعك او كاتا فعل ان طاع على انسان هي بس دخلش كنا كا كنا عباره به ان طاعه كيف كان يعني وكو هو مثلا نفاق ورا عقلي داب من دو بس شيء خارج يعني نقطه كان يا روي بويا انسان كابو لا شيء كاتا كنا عباره به يعني الخايق ولا توفيق داوة إخواش بفرسك طاعي إخواش كا أم طاعي إلى إنسان مطلقة خوا تخصيص إنك وأراثك إلا بل بس بو تابة إجبار لدنيا دا أزادي كل سبب كي في داوي كتوا كشيء كطاعي أم سبب جاتو قد تيا حر لي بوكيه كي أم طاعي بوكيه كي لك فيها بكارينا لي بقنا بعربي يجا بو خابو هو شاكر بو خابو كارينا لا كسيت كدت في قنا بعربي وكو همون عندك كان كو عقل وشاو ودست وأوانا أو آلي لو بجاش نوصل أم معناها كابو بيكا توفيق وكل دستق سي أمانة كافر من كو في نفسي واكن لهم إنسان كوجودي هي هذا الشيخ الرسول تقريبا عم جابوا واكا لهم إنسان كوجودي هي بدا بإنسان خويتي
اسی اسباب که بکاره هنر باشه گیتر پیگونه بعده بی. این اخوای گرو پیدا این به همون. که او همه موفقین. در اصل خزن اخوای گرو. حتی شدی گیتر فهمیه ها انسان مسترون لی ما کلی قله او. علیه و تقریبا پای. امش بیکیرم انا کنی پایین که توفیقه. وانی مسترون لی ما کلی قله او. تولم دنیا هستی که بوش و زحمتک کرایی. ام جای که او جا حرکت که بنا لدنیا دا تحديد يكمل كم صفا من كم ريزابو لكم فريق ورجو عرام توفيق كم لكيو بكار هنا علي وتد يقول عنك تسرعمو في جونا برم هي في سكوت وبن جل وباهر أن ما قاله الإمام حق خوش يلا أوي كراس نود ديارا أمريكا إمام الحرمين إلى قتك أمان دروس ترى أمان دروس ترى وراس ترى بو شو قال فإن القدرة على الطاعة متحقق في كل مكلفين قدرة كله هم إنسانة متحقق يعني هم إنسانة قدرة فيها جو قادر يدرس كده وقدرة يدرس كده قدرة يعني أسباب كان فيها دعوة أسباب لهم إنسانة كان هي إلا ما كقولين هندق نبيك دروس تبيه وكل الواد جاي واه فقيرة جوي كينيا شاي كي إيش ناكا شيتا خلليك هي أوش قدرة دي مثلها بدون أوه هيك شيت عقل طاعونية تكم كلفنيه شو أسباب كم هذا طاعونية قدرة دي فينا ناقايتر بلان که وقتی همیان زور نیستن ساخن، آره قدرت که هست. باید الان که آبوق قدرت لطعام متحقق فیض نکرد دوباره کنیم. لغتا و شی توفیق جعل الاسباب موافقا للسبب لا لغة عربی واضح. عرف دیش تقریبا او کن اصلا او که کلمه. جعل شی لدعایی. علیه. اللهم الا ان يكون المراد القدرة المؤثرة القريبة من الاستطاعة التي هي مع الفعل كما هو مذهب أهل الحق. ألك عظم ما دام قصقينا من الحرمين لبيع حق كوثمان قدرة لإنسانا ككو قصي أشعر يا كابو قدرة على الطعام وتحقق واتهم إنسانات وانا كيبي بأسباب كان حاضر بوبي ما قال إلا وكل إنكسان جال لا برسالة في شغل بابي جاندي كابو تو كواود كابو قدرة ملازمة طاعة وانيا طاعه يعني قدرته قدرته يعني طاعه وهناك اسبابه ومسببك حفيدت جيجا قادر ما فيه ودوكال دروس سبيل شجا سوتي امي شروا هناك كما دام هناك طاعه لانسان اهلي اعتبر قدرتك شرعي قدرته وطاعه قال ملازم يكتر قال بابا يانا والله لا من ملازم يكترني مقر ابن شواذ ملازم به اواهي اجينا لا من ملازم يكترني لا من القاعده قدرته جايا طاعة جاية قدرك أسباب كان طاعك فعلة طاعك فعلة بويك على جاية قدرة توعين وقولين أسباب كان كهي أو أسبابين كدوز بويك توعين بلان طاعك كدي فعلة كي بويك دوشي جواز اللي يكتب ما قال أعواب لين اللهم أما جواب سؤالك ما قال أعواب لين ملازم يكترن إلا أن يكون ما قال بلين مبذل قدرة كان قدرة بي قدريك مؤثرة او قدره ای یعنی او سببی که زور کاریگر و زور نزدیک به استطاعه و لبونی توانایی کوانه که لگل فعل که انسانه کامی استطاعه و استطاعه که لگل فعله یعنی به کدیکی مگر بلم او قدره ای بلم او اسبابانه بلم هنده کاریگری یعنی سر طاعی انسانه که هی که انو هر خودی طاعه کن اگر آواهی به راست اگر قاعده قدره و طاعه هر دوی که ملازمی یکتره لكن الله بابا قال لك مثلا اسباب شيء طاعه وكشيء طاعه عينيه ايوه شيء ذاك عقلي شو مشكي شو حمشي قطاع وكشيء كان لاقي لا ساره ايوه ني اسباب طاعه وقد بلانتي وطاعه نبو ولا بابا كان او كاتب طاعه ولا ملازمه او اسباب انا او وكالاني كزول كاري جريان هنا في انسانك وايدك الدوال لقى فعلي طاعك يقبون أعلم كاتيات وعين بلان الله قدرة يعني طاعة طاعة يعني قدرة وكو شي مثلا وكو كاديك ونو تودع عنيشين ما مصائك وطالق إخباني يعني مثلا قسم عن بوكا آياتيك قرآن تفسيرك جو جوان تفسيرك ملي دار ميشكم شاو قيمكم للاي أول لقد سكاني أولا ناخي منا هل تشون الدروس أبي هل لقل أو طاعهم يستطوبيك كم أو قال هذا تيبو أسباب شو الطاعش هيكي قد بالفعل هم هيكي قد شو قبو أو أسبابانا زول مؤثر بون وايدا كد فعلي طاعية ثبت دي أملا كاتيا قدر طاعية كن واضحة بلاكم
يقول القرآن اللي جناب الله شو نهكاب تفسير كش دعنا ولا قبل آية كان يخبرين توا وهذا إنسان دعب زيو عندك هرجة سدوسا كا حل لقى فاوي تشتز زي بخوي جورابي أو أول عصر لو كاتيا أما أسبابه مؤثرة وقدره كيزور كاريجر بو فعل استطاعة الإنسان دروس كر إثارة كدي وعيدة كدي حر خرام مباشرة نقول أول أسبابه شو كيستز زي بخوابري فاعات دي كلام كاتيا كلام شيء قدره كمؤثر واضح كلام يعني بوي كا شديه هم كاتي كقدر مثلا في أسباب كان دي لإنسان هم كاتي مؤثر بن لأن جاء أي إنسان يقول القرآن يقول كتب يبتلاش يقول القرآن كذا كذا حلف عطوا عليه والله متأثر نعم أسباب كان وأرى سكين بفي شوان نقطة ولا نقد وأسباب أنو سير فلان غلطي أولي وعي أولي غلطي كذا لو أسير تشوفوا قبل عن بلا تلاقي مستوى لم كاتي كوابو قدرة كهبو بس مؤثر ذو باستطاعة وعصيان مؤثر ذات مؤثر واضح أبرام أحدث كان خوش بيان كابو لذا كما هو مثل أهل الحق كابو الرأي بوسني رباز أهل الحق لقال أماعي لقال يعني أن القدرة مع الفعل قدرة لقال فعل أجل كابو مثل على حق أنواع كاتك أم قدرة هي كفعلك إيش تحقيقك أجل فعلك التحقيق نبو كي طاعك قدرك إيش كابو نبوة أنا قصي كتير أصدقائي أهل الحق كابو قصي كعزم كذي كابو أسباب كاني فيها اگر ام اسباب انا سرینه که شابو امانز حقیقی که کابو قدرکه نبو چون که بو بایه بایه او تحقیق بو بایه لانسان که خو عقلی دا و فکر و مشکی دا و انسان و چای دا و انسان اگر شتکی بیز اگر نیبا بلای خواناتی نوا کابو مصابانه چیه نگر شتی خوان تحقیق نکرو امانز حقیقی اولو کاته کابو به قدر دکل فعلا هلو گی جعب نشی پیکو کبو نوان جعب نا هاو کالیه تروت هاو تریبه بن اهل حق پیانوایه كابو والتوفيق أقصر خذلاني توفيق بيتواني تيه خذلانا خذلان تيه خذلان بريتيه لوي كأميتان خريس كان لا دان درشون لا مسالك أما تسكر يرى بوي واضح كدين كابو أشي نصر وقصيه كأخوائي قول أسباب كاني دعوة بإنسان أما أسباب بوي دعوة بإنسان تاكو إنسان أعلم رقى راسه وبروع هل كاتي أسباب كان آمان جي خوان فيك أو طاعيه درست بود. بلامجاری وای ام اسباب انسان هیتی لسر رکه لعدا بشوند رعیبا. او با خذلان لعدان بود لرکه که خلیس کان بود لجاد مستقیم که وقت اسباب کان انجام میکنند تحقیق نکرد. پیشانی تحقیق کابرای بس بم عقل منطقی که هیتی بم علم اش کوف که. لاتی اثباتی وجودی خواه که اثباتی نبودی خواه که. او که تا کامل خذلان بود در اما. بوشو که اسباب کانی بکار هنر لغیری آمانج کانی خواه. واضح حبراكم أما هو كويك على التوفيق وكابو عكس الخذلاني فإنه خلق قدرة معصيتي عالم كاتها شيبو درس كدني طوانا بس لا ساري أبو بس البيتي كدنا أبو ويشو كخذلان شيه خذلان خلق قدرة على معصية وبعض من أسبابك بكاربيني لغير أمان جاكي خويا اما لیر داره وشی توفیق داره تو شی توفیق اما یکی که لش تکان بین اهل عقیده و این کلام خلافی دمی که لش فلان طلا ما وصل ملخص دلها کتی کرده تو هم امر عینی هنر ولی خلافی که اما معنی حقیقی توفیق آن جالی داره و تی که کیان آره و اینما حمد علی التوفیقی ای فی مقابلته لا مطلقا قول پیش او تی حمد عامل بوی که حاضر مشاعر دولا ولی مقابل نمی دونه نمی فضایل فاضی بولي لا ما وصل خاصة كتنها وتي بس بقابل التوفيق على بولي أن الأول واجب والثاني مندوب على شو قال دائما سباس كدني خواي جورا لسه التوفيق واجبة شو قال إخوانا خواص أم أسبابنا على سكرها بجورا صور خطرة هو بدهم الإنسان أبي لسه التوفيق إخوان بدهم سباس إخوان كده والله مو الثاني سباس كدني إخوان مطبقا لسه هتينا مدوها يوانية أو عن سنتها من اما واجبه شو که از آنم که خواه توفیقی دارم اسباب کانی من به علاقه ی خرابه نروشون اگر خوانه خواستم اسباب کانی من چوه برو عصیان و خذلان او زور خطره بو بوی که فرمه اما نسای واجب انسان است اما سپاسی خواب کن لیرایت ورسیم براکم و نسألو الهدایه و نسألو هدایه در طریقه مگر و دسته کتر انشاءالله باشه براکم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك